المفضلات لدي كلهم سوف أحدد واحدة وهي فاطمة خلوف، لأنني أحب اللغة العربية. معلمات الغاليات أحبكم جميعا، أحب المس مينا ونهاية لأنهم يعلمون غير لغة العربية. أنتن رمز العطاء والعلم والمعرفة. My teacher, but my very loved teacher is teacher Asma, because she is cute and she treats us kindly and loving. أنا أحب معلمتي روعة، كانت معلمتي روعة لطيفة وحنونة وتتحمل مشاغباتنا كثيرا، وأقدم لها جزيل الشكر والتقدير على جهودها. وأنا كمان أحب الأستاذ محمد الإنجليش، هو كتير بيفهمنا الدروس وشرحه حلو. مادة العلوم كثيرا لأنها تعطيني أشياء جديدة ومفيدة لي بحياتي كلها. الأساتذة بيتابعوا معنا أونلاين وحضور، وما بستثني حدا، بس مادة الساينس كانت المفضلة عندي لأن من هواياتي أعمل إكسبيرمنت. مس مينا حبابتنا بالساينس كتير لأن الإكسبيرمنت اللي كنا نعملها كانت ممتعة. I love you مس مينا. شكرا لمعلمي ومعلمتي لكم الحب والتقدير، وشكر خاص لمعلمتي ميرنا التي جعلتني أحب مادة الساينس. أنا بحب معلمتي ميرنا لأن خلتني أحب مادة العلوم، تعطينا الدرس وتشرح بكل مرح قضينا معها أحلى سنة، الله يحفظها ويسعدها ونشوفها عن قريب. تيتشر روعة، تيتشر حسن، أنا تيتشر روعة. عبد الرحمن شكر أستاذ حسام، شكر مس روعة مس لميس مس أسماء، شكر مس مينا، وشكر تيتشر محمد. الكادر التدريسي اللي تعبوا معنا خلال هاي السنة أستاذ محمد قريطن، وأستاذ مصطفى الحجار، والمس روعة علوش ما بنساها، والمس أسماء كمان ما بنساها، والمس ميرنا. وكل الشكر والتقدير لأستاذ للمدير أستاذ عبد الرحمن الأحمد. خلصت السنة يا مدرستي وبدنا نفترق يا مدرستي بخاطرك. في الصيفية أذهب مع أصدقائي إلى الملعب وألعب معهم كرة السلة وكرة القدم. My summer activity is prepare my brother for kids. الرياضات الصيفية حوزع وقتي بين البوكلت الصيفي والنشاطات الصيفية مثل نادي الفوتبول والزراعة ببيت. I will play football. I will go to swim and I will save Quran. الرياضات الصيفية في تمرين نشاط السباحة. الصيفية سأتابع دروسي ولن أنقطع عن العلم، وسأتعلم الديانة الإسلامية وأمارس هواياتي. أحب أن أمضي عطلتي في بعض النشاطات مثل الكتابة والرسم وبعض الرحلات مع عائلتي. الصيف يكون في دورات وكمان نستفيد منها للعام الجديد. صيفيتي أنا يا رب إن أتسجل بدورة صيفية إنجلش. الصيفية بحب أتعلم الرسم، وأول رسمة راح أرسمها علمتي الغالية ميرا. أحب في الصيف أن أذهب إلى نادي الكاراتيه كي أصير قوي. أقرأ للدورات الصيفية لحتى أصير صف الثالث. كل عام وأنتم بخير. من القلب إلى معلماتي الغاليات آية. إن شاء الله السنة الجاية شوفكم بالمدرسة بخير وسلامي. باي يا مس. السلام عليكم. بتمنى أنه يتحسن وضع بلدي لحتى ألاقي مواصلات وضلني بمدرستي المفضلة كيان. باي ماي فريند. تلقوا إلى مدرستك كثيرا. باي.